جهود التنمية السياحية والثقافية بسيناء ومدن القناة. تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة 38 مليون جنيه. طورت الدولة قصر ثقافة العريش بتكلفة 35 مليون جنيه. إنشاء متحف شرم الشيخ بتكلفة 812 مليون جنيه. إعادة افتتاح متحف آثار الإسماعيلية في أغسطس 2015. إعادة افتتاح متحف السويس القومي في سبتمبر 2014 بعد إغلاقه منذ عام 2011. التطوير الشامل لمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيا. بلغت تكلفة إنشاء ممشى أهل مصر بمدينة تورسيناء 10 ملايين جنيه. ضمن المشروعات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة والذي يبدأ من شمال سيناء.